دوامة المونديال محمد الخميسي على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو. أهلا وسهلا ويا مرحبا. السلام عليكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل أو خارج حدود الوطن، وين ما يوصلكم صوت EFM نقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لنا جميعا. البداية والحديث الجمعة هذه على منتخبنا، أكيد في دوامة المونديال ضيف جديد باش نحكيو معاه على مردود منتخبنا إلى حد الآن، رأيه وتقييمه للمشاركات العربية وعلى رأس مشاركة منتخبنا الوطني. ضيف نتعرفوا عليه توت سويت مع آية بالغايب. ضيفنا اليوم هو لاعب كرة قدم محترف سابق، عرفته كمهاجم في العديد من الفرق. بدأ مسيرته الكروية وهو صغير في النادي الأولمبي بمدنين. 2003 ينتقل للترجي الرياضي التونسي ويتوج كبطل منذ الموسم الأول في 2004. أفريل 2005 أول مرة يتم استدعائه للمنتخب التونسي، لكن 2006 خيبة أمل كبيرة برشا، استبعاده من كأس العالم بسبب إصابة في الركبة. 10 أكتوبر 2010 يسجل هدف لتوغو فيلومي ضمن تصفية كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي يصبح أفضل هداف في تاريخ المنتخب التونسي مع 22 هدف في 50 اختيار. ما فيش أوفسايد. عصام جمعة يطلق العنان، يحرك النسان ويسجل هدف ثاني للأمان. النقطة السادسة يا عصام، هدف ثاني، هدف ثاني للمنتخب التونسي، الهدف الثاني لمنتخب تونس. واليوم يجي بحذنا باش نحكيه على أهم ذكريات الهدف التاريخي للمنتخب: هزيمة نصور كارتاج ضد المنتخب الأسترالي، التغييرات المحتملة في التشكيلة، تكهنات لمباراة تونس وفرنسا مع اللاعب الدولي السابق عصام جمعة. ضيفنا وضيفكم في دوامة المونديال. ضيفنا وضيفكم اليوم الهداف التاريخي للمنتخب، المهاجم الغدار عصام جمعة. عصام مرحبا وبيك. عايشك. مرحبا. مرحبا بمستمعينا رديف. سعيد جدا انه عصام جمعة موجود بحدينا اليوم. الاختيار على عصام في اول حلقة بداية الاسبوع هذايا كان اختيار نوعا ما مدروس، والجملة اللي كنا نسمع فيها اين انت يا عصام، ما احوجنا اليوم لعصام جمعة الهداف التاريخي المنتخب. ومنتخبنا اليوم بدون اهداف الى حد الان. عصام جمعة ظهر لي المنتخب العربي الوحيد اللي مازال ما مركيش، العربي والافريقي الوحيد اللي ما سجلش. المغرب، السعوديه، قطر، غانا، السنغال، الكامرون، المنتخب الوحيد في كاس العالم ما سجلش. معناها شيء يعمل كيف. شو المشكله عصام جمعة؟ مشكله توك باش نحكيو باش نتطلع مشكله اختيارات المدرب. اختيارات المدرب جلال القادر، اختيارات تكتيكيه ولا اختيارات ليستا من الاول؟ فيها الليستة كيف نرجع بتولي اللي فما الليستة وفما زادة تكتيكية. الشواء متاع معتهم متاع الجوارات غلط، فهمت؟ من المدرب جلال القادري بينصير هو يتحمل مسؤوليته، هو يتحمل المسؤولية. الرجل المناسب في المكان المناسب جلال القادري؟ نو حبيش، هي من الأول نو خاطر بامارس متاع ما يجي بامارس متاع مش متاع مدرب منتخب. تاريخه ما يسمحلوش يكون مدرب المنتخب. حتى كي شفت ما عندوش اكسبيريونس، هاك شفناه حتى في الماتش اللي نحكيوا عليه من بعد ديزام مع كونتر استغالي، شفنا معناتها نحسه حسيته كي ضايع في مش فاهم شيء، معناتها قوة عليه الماتش، قوة عليه الماتش. حتى كي شفت تصويرته كي كان لاعب ما حسيتش. لا ما نعرفوش، انا ما نكذبش عليك ما نعرفوش، ما شفتوش يلعب. انا بخصي ما لعبش في جامعة كبار في تونس. فهمت، ما دربش كيبات كبار، فهمت. ثم يلقى روحه مع المنتخب وتأهل تاريخي مرة أخرى للمونديال. أدي جوان بعد يلقى روحه، يلقى روحه مدرب. زوز منتخبات أخرين غير المنتخب التونسي ما مركيوش، هما المكسيك واليوروغواي. هذه معلومة تو. أما مازال ما لعبوش دوزيام ماتش. أي مازالوا ما لعبوش دوزيام ماتش نتاعهم. باهي، المكسيك لعبت ضد الأرجنتين دوزيام ماتش. جاي ما مركيتش ماتش الأول المكسيك. لا ما مركيتش المكسيك. باهي، دونك المشكل الاختيارات الفنيه للمدرب، ثم الاختيار التكتيكي، ثم نحكيوا على التنشيط الهجومي، التغيير اللي صار بين الماتش الاول والماتش الثاني. حتى كان فيه منفع للمنتخب، مثلا نعيم سليتي في بلاست بن سليمان ونحافظوا نفس التركيبه، نلقاو يوسف المساكني وعصام جبالي. لا شوف، هي التركيبه الخطه اللي لعبات 3-5-2 ولا 3-3-3 3-4-3 معناتها
اوكي لعبنا الماتش الاول ضد فريق دنمارك نعرفوا فريق اقوى منا و... اوكي تنجم تلعب بالخطه هذه باش تدافع وشفنا معناتها دفعنا قعدنا مع بس 90 دقيقه واحنا ندافعوا اوكي خلقنا فرص مش كيفيه كبيره ما خلقنا فرص فهمت اما في الدوزيام ماتش تلعب كونتر ليكيب معناتها ليكيب ناسيونال تاع استراليا معناتها برسك ميم نيفو ما تجيش انت تلعب بالخطه هيك هي يعني الغلطه اللي غلطها سي جلال هو ما تقعد حافظ على نفس التكتيك المفروض لا تبدل تلعب أربعة تالي خاطر ما عمرنا لعبنا في الكلاسيكو بثلاثه ما هذه لعب به ماشي برازيل ولا ماش قبل ما نعرفش شكون طلع له بال الفكره هذه باش يلعب بثلاثه ثلاثه راهو باش يلعب بثلاثه خمسه تاع ديفونس ما تشد التالي وتقعد تلعب على الكونتر واحنا ما عندناش جوا دي كونتر لا عندنا دي جوا دي كونتر هما حاطهم على البنك على البنك على البنك شو الفايده كي تلعب بالخطه هذه لازمك تجوا رابيد في القدام لي جوار رابيد مثلا ما بين الحلول اللي معروف الجوار رابيد جزيري فما الخنيسي برمضان عباد معناتها تطلع قدام الشعلاني عباد جاز تمشي القدام يعني لا جوات تلعب بهم برسك سي ديفونسيف معناتها يعرف كان يدافع فهمت بربي حكيت على تاع ياسين الخنيسي مثلا كان من التغييرات في الماتش الثاني عباد دقيقه 75 الوقت تاع شونجمون بكري مخر كيفاش تراه مخر لا التغيير تلقى بهم في الماتش مخر خاسر واحد بلاش خاسر وعندك شفنا معناتها فما ارهاق من ميتون الاول انا حسيت فما تعبين جوارات دراجر والعابدي معناتها الجوار اللي هو معمل عليهم باش كروار باش يعاونوا بهم باش يطلعوا باش لانيماسيون اوفنسيف انت من ميتون الاول شفنا معناتها فيزيك مود مش في نهارهم مش في نهارهم سي نورمال معناتها ابري 3 جوغ لي فور اللي عملوا الماتش الاول تعبين وفما لي سوليسيون علي معلول وكشريز عندك علي معلول كشريز برك علي كشريز دخل في 14 عمل لك اللي عملوا كشريز في 14 ما عملوش الاخرين في ماتش كام ماتش كام فهمت ما نعرفش اسكي تو سؤال نقعد يا اخي هو لعبت كل حتى انا نقعد في القهوه ونفرج يا اخي يجوني لعبات يسالوني يقول يا اخي هو يحكم في الكيب ناسيونال هو يعطي تشكيله ولا المسؤول الاول على المنتخب وهدي على الجاري المسؤول الاول ما شكون المسؤول الاول هو الجاري عندنا غيره شكون يحكم في المنتخب مولا الكره وهدي على الجاري وهدي على الجاري هو اللي يحكم بيان سي هو اللي يحكم معني عندك معلومات نعرف علاقتك مع الجوارات لليوم اي عندي بربي فما نقطه تحكي عليها انه في الميتون صارت عركه بين الجوارات ياكدها عصام جمعه وي صارت عركه تعرف الجوارات في الفيستير؟ انتخو دي جوار فهمت صارت عركة هذا متأكد منه أكيد أنا عارفة بس تصير بعد خسارة زي هكاكة وخطم فم كيف ناس تحسها كأنها معاش منظمة معاش فما القدر طايح معناتها دي جوار يحكموا في انترونير ما عندوش كلمة ما عندك رئيس جامعة يتصرف ينحي يحط يهز يحكم وحده فهمت ها في الماتش الاول نحكيوا على منتخب ممتاز مثلا ضد الدنمارك ممتاز خاطر ورونا سي نورمال ممتاز خاطر انا ما حكيناش مثلا اللي مول الكره كيف ما قلت انت وادي على الجري انا حكيت قبل انا حكيت قبل لا بعد الماتش الاول ما قلناش مثلا اي خاطر ما تجي شوف دخلني على كوب دي مود ما تجيش تفرش كل شيء تفرش كل شيء وخلينا لعبت كلها شدت قبل كوب دي مود كلها سيء حطينا الحقيقه وتكلمت لعبت الكل فهمت وتعرف الشيء هذا جات الكومبيتيشن بدات كنا وقفنا معه مع المنتخب كل مع المنتخب والدنمارك ما جات معنا فيه ورينا المنتخب معنا وفرحنا ولعبنا أيوة. لعبنا وعملنا مردود باي والماتش الثاني شفنا وجه اخر تاع المنتخب كانوا حازيت عبيد وحطيت عبيد فهمت كانوا هزيت عبيد وحطيت عبيد باهي قلت لك تاه ياسين الخنيسي كان تغييره في الدقيقه 75 دقيقه 85 صارت الفرصه الاهم ذا للمنتخب غلطه من ديفونسور المنتخب الاسترالي يخسر الكره ياخذها تاه ياسين الخنيسي سبرينت تاع 30-40 متر ما نجمش يكملوا الخنيسي اي وانت مهاجم وتعرف عاد مهاجم والله شنو نقول لك ايش نقول لك ممكن ديفونسور تاع ليكيب الاخرى حاضر منه فيزيكمون وبلو رابيد كلي تاع ديفونسور اي تاكلير فهمت تاكلير ديفونسور وخلطت عليه ورجع ممكن اللي تاع فيزيك تحب بس تعرف الديفونس بين الجوار اوروبيان وجوار
ايوه جوار افريكان وجوار محترف مثلا في بطوله عربيه. وانت لعبت في الكويت انت لعبت في لعب في الدوري الكويتي مثلا ينجم يكون حاسم ضد فريق فيه نجوم عالميين ودفاع عالمي؟ ينجم انا كنت انا نورمال عادي حتى سادي بونتي جوار او شوف تنجم تعرف اي شامبيونه وفي بطوله وانت الكاليتي جوار فهمت. أنا هاني الحمد لله لعبت وما كنت كيجي معك تبدأ حاضر حاضر فهمت. إذا تبدأ أنت بدنيا حاضر وتخدم على روحك بلوس كي معناتها ليكيب نتاعك تبدأ حاضر فهمت. تبدأ حاضر ما كانش حاضر الخنيسي في اللقطة هذيك ما كانش يستنى فيها نتوقع ما كانش يستنى فيها. باهي نحكيو على أهم الفرص اللي جاو في الزوز ماتشوات وقول لي كان جاي عصام جمعة غاديكا يعمل غير اللي صار ولا اللاعبين عملوا اللي عليها مثلا اللقطه الاولى اللي تحكيت عليها برشا الكره تاع عصام جبالي مع كاسبر شمايكل. شوف جيس صحيح انه اختار انه يعمل له يقرص الجارديان معناتها ديستانس بينه وبين الجارديان معناتها قريبه ما نجمش معناتها يبلاسي البالون الكره اللوطه خاطر الجارديان خارج فهمت مسك عليه اللونجل نتاع الجول وشمايكل جيس 100% صحيحة حتى أي جوار تحطها يعمل كيف مشيت وشوفنا الكرة مشيت أما قوة حارس قوة جارديان في بلاس عصام جمعة يعمل نفس الاختيار تخمم في أنك تقرس الكرة أي ما خطر ما عندكش الحل فماش حل ياخد ما فماش خطر قريبة وما با متر دمية صغيرة الدستانس مقش بلاسيها صحيح معتها الجارديان خرج دي سكر عليه اللونجل الحل الوحيد يخمم في اللوب هو طلع ذكي الجارديان شمايكل قوة شمايكل واضح. الكرة الثانية في الشوط الأول من مباراة أستراليا روتري متاع جبالي اليوسف المساكن لا اليوسف عطا جقوة لا لا الكرة الأولى عصام اليوسف اللي يوسف ضربها روتري لكن عشكي في الضاعت التوم ما فهمتش عصام الغداري ماركاها كان ما انا بالزهر نتاعي ما كنت تصح بالزهر نتاعي لا مش نقول لك ولا هو اعطاها حقها ما فهمتش والله ما فهمت كيفاش ما جاش في الجول هيك ما فهمتش كيف ضاعت الكره مش كيف ضاعت فهمت باه تتمرك انا مو تتمرك وسرتو كما يوسف ما تفل ان جو تكنيك ما تفلتوش فهمت ما زلت على اتصال مع يوسف تحكي انت يوسف المسيح نحكي صحاب انت من المنتخب شكون معاها اكثر بالمساجات وتحكيو بلبولي ويوسف بلبولي ويوسف ما عنديش شكون قال لك اللي صارت العركه في الفستير لا سمعتها جتني بالوقت جست بعد الماتش كوفا جست بعد الماتش وا. من لاعب من المنتخب لا سمعتها تليفونك كان ما عندي سمحنا ما عندي واحد اخر ما تحبش تقول لا مش من جوار بس معني ثابت حكايه العركه هذه ثابت حكايه العركه مالوريزمون كي نسمعوا تقول لي فما عركه نفهموا اللي ما فماش كون يحكم في المنتخب نحكي على ستاف المدرب ما عندوش كلمه على المنتخب كي نسمع مثلا المدرب سيد جلال القادري يطلع بعد الماتش يقول اعطينا لي كونسيني باش ما يلعبوش الكرات الطويله ضد استراليا نلقى الماتش كامل يلعبوا الكرات الطويله وينك انت كي هم يعملوا كيف شنو انا صح هو وينك باش يدور لك اللي فماش انضباط ما فماش انضباط واللقطه الثالثه اللي تاكد انه غياب الانضباط لقطه حنبال المجبري واللي هو على البنك يهز الكره ويرميها اي هيك مش ما شفتها ما يقصدش بها هو حب يرجع الكره بظهره جات على وجهه لا مش والله شفتها عودتها حتى من بعد انا قلت شو يعمل يا خشبي حتى كرجع يضحك اي خاطر مش بلعنه حتى جماعه على البنك ضحكوا هو هز الكره حب يرجعها فيزا فهمت وجرم زطح ظهر جت في وجهه فهمت من بعد هكا الحكم هو بيدو زاد خرج مع جوار قال حنا بعد المجبري اليوم بالانتظارات تاع الجمهور بقيمه المنتخب انه يكون موجود في المنتخب بالروح هذيك نتاعو انه جوار مازال ولاد صغير مازال مورا شيء مازال فما ما خير منه عصام كان مستشار في المنتخب ما يكونش حنا بعد موجود في لا يكون موجود اما فما جوار تتحق تلعبها قبله فهمت فما جوار هو دخل مشلول ما فهمتش علاش فما دي جوار سلوبون نسميهم برمضان الشعلاني جزيري فما عباد تحق تلعب كنت خي لاعبين هذو حبنا فما سي جلال فما دي جوار لعب بهم كاليفيكاسيون تاع كوب دي موند ولعبوا كوب داراب ولعبوا واحد خي الجزيري راهم بيتر هو اللي لا تكون واحد قاعد يماركي كوين وما شفناه الا في الماتش الاول ولا الماتش الثاني
خبير الفرنسا باش نفاجئوا فرنسا. انا فرنسا تسمع باش نقول لك معلومه ايه؟ الجزائر حبوا ينحوا حبوا ينحوا قبل الكوب دو مون قبل كاس العالم هما اللي شوا شوف ايه؟ صارت بابل عندهم 4 جوار لا في تاع ليستا نحوا العيف باه دخلت بعضها تونس رجعوا العيف هذه معلومه باش نقولها اه الفيسبوك رجع العيف اوكي بس يور كليت بعضها والعيف ما تنحاش ما فهمتش انا كيفاش وصلنا خممنا في تنحيه العيف تحيه العيف ايوا فهمت ونقول لك معلومه قالوا انت لعبت برشا نحبك ترتاح معناتها الجوار لا اي بالرسمه باش خلنا احكي احكي لي احكي قالوا لعبت برشا ارتاح اي كلموا معناتها الصباح طالعين بشي هو الخنيسي باش ياخذ الطيار يكلموا سي جلال يكلم سي العيفة العيفة يعملوا اسمع باش يطلع الخنيسي وانت يقعد رانا راك لعبت برشا وباش نرتحك و تو معقول اخسي العيفة الراجل تصدم بداية خرج الاخبار في تونس خرج الاخبار بعد الضغط اللي صار رجع العيفة خرج صباحك كلات بعضها كلات بعضها ستة بتاع العشية كلموه قالوا له خذ طيارة ووجه القطر ديريكت باهي هذا العيفة شكون الجوارات الاخرين قلت لي صارت عليهم الخنيسي الخنيسي قاعد عمل فيزيت ميديكال كرجع العيفة لازم الشوا نقزوا على الخنيسي الخنيسي عملوا له فيزيت ميديكال دامت ساعتين فيزيت ميديكال للخنيسي ايه حابوا يلقاو حاجه حابوا يلقاو سبب باش طبي منعوا ايوا لاباس عليه باه الخنيسي وقع فشلت هذه زاد بعد الخنيسي نقزوا الجزيري باه حابوا ينحوا الجزيري سيف الجزيري سيف الدين الجزيري يا اخي الجزيري عنده يسالش ما حبش نطول عنده مسلف سكون فلوس من مجموعه من المسؤولين ليه عاد عصام جمعة اي خي والله خلينا نقول احكي لي ليه خلينا نسمع معناها سيف الدين الجزيري كان باش يتنحى كان باش يتنحى اما خاطر مسلف فلوس لشكون من خو خو اللي يحكم في الكور خو ديال الجزيري وجيه و ما تنحاش كلموا قالوا كيف قالوا كي تنكيت قاعد في ليست نحى جزيري هذا ثلاث والله تصدم فيا الرابع الرابع شكون لقاو سعد بقير العاقل العاقل شكون في ليكيب ناسيونال بقير بقير اونترمون بيت عشان ما تشوفوش لا يتكلم مسكين ترن على روحه ولا يتزوالي و سي بقير في الليل كان بيلعب ماتش الاول وهذا اللي قالوا بقير قالوا ما عمل عليك الدنمارك ما عمل عليك انت الدنمارك اسي بقير قاعد في البيت شكون يجي ما حبش يقول عليها خلينا نقولها ما طلع له حتى مسؤول باش يقول له هز دبش كوك اور ليست شكون مشى له سيكوريتي اللي مالك ابن سونا بعث له واحد معناتها ما عنده حتى دور في في الاختيارات الفنيه ما عنده حتى دخل معناتها خايفين بعثوا له واحد من السيكوريتي هو ما حبش يقول معناتها ثابتة هذه المعلومة عندك اي اي ثابتة 100% بعثوا له واحد من السيكوريتي اللاهين غاد ما تلقد السيكوريتي بعثوا له واحد من السيكوريتي اللي يخدم مع جماعة الفيدراسيون يعني هذا فهمت اللي حاطينهم هم بعثوا له ولا هو يحكم زاد في اللي شوى في الكبنة بعثوا له قالوا له بنقول جبير هزد سعد بقير هزد بشو راه مش معانا في الجروب توصل لك الكبنة توا هكا قلت على المردود مش مردود هذه معلومات ما في بالي فهمي من العبد مستلام تعرفهاش هذه معلومات يمكن مستحيل تخرج من المنتخب الا من عبد يكون قريب من المنتخب وحاس على المنتخب خلي تخرج خاطر لازم تعرف الناس لازم الناس تعرف الحكايه مولى الكره وجلال يزي ايش يعمل هو ديجا غادي غلطه واللي حطه غلطه واللي فهمت ماتش فرنسا اليوم نحكي ماتش والله شوف نجم تحلم اما الحلم اللي ضحكت كي قلت لك ماتش فرنسا خاطر تمام في فرنسا نربحوا فرنسا فوق اثنين بلاش بلا باش ماركيتش كونتر استراليا ضعف كيف باش ماركيت ضد فرنسا هاو قال لك ديشام باش يلعب ليكيب الثانيه معناها ما برونابل الماتش هذا اللي يحكيوا فيه اليوم نجموا نعملوا مفاجاه ضد فرنسا راسك وجهك لا ما يخسروش العباد ما يحبوش الخساره كيليان مبابي يحب يلعب شيء صحيح يحب يلعب خاطر يحب يطمع في ميغ بيتر في كاس العالم ايوه عباد تخمل من البعيد ديشام عامل ريكور اكثر اونترنر رابح ماتشات في ماتشات في كاس العالم تجي انت ضد تونسي تحب طيح له الريكور نتاعو كيفاش موسي جلال يبدا عنده تكتيك اخر محضر ها
انا قلت من قبل اذا يلعب اللي يستحق يلعب، اذا يلعب اللي يستحق يلعب، يلعب رمضان الشعلاني، يلعب بدل الجزيري، يلعب بدل من الاول. علي معلول يكون اساسي كشريده، كشريده علي معلول لاعب عيف التالي، الديفونسات اوكي ما عندي حتى معهم. لو تريو يقعد؟ لا لا يزيم التريو، حط زوز اختار من المغامرات. شكون تنحي؟ براون مرياح ولا براون طالبي؟ تحط الطالبي ومرياح باه، فهمت؟ زينه من 3 4 3 زينه، والعب وتحط علي معلول وتحط كشريد من بعد. عيسى العيدوني؟ لا مريقل، مريقل العيدوني، مريقل ما فيزيك مطاح. الجرينت هذيك والقليب باهي ولا برشا ولا عيسى العيدوني؟ باهي باهي باهي، لازم منه، لازم من، لازم من. واحد في سترايا جوار عنده القرحه هذيك، اما ما شفناش في الماتش الثاني غايب كان. هذه غلطه، غلطه نتاع المدرب ولا غلطه جوارات؟ فما ناس عندنا عقليه عندنا في تونس ولا جوار تونس ولا جوار نحس في روحي انا مش في نهاري، مش في نهاري. واحد نجي المدرب نقول له وشفنا بونوح الجارديان تاع المغرب ولا شفت انا خلو واكل ضرب على راسه ولا داخ خرج الراجل قبل الماتش بثواني، يعني قبل التصويره عملنا نشيد الوطني معاهم قبل ما يعملوا التصويره، مشى للوليد الكراكي قال له راني حاس راهي متقلق شويه، كنت نجم تبدل عقليه كعقلية. شفنا الماتش الاول، شفنا الماتش الثاني برشا جوارات فيزيك مو موت ما جو خارج الطرح اوت، مش حتى كان جا اكثر من خارج الطرح، فهمت؟ باه خي هز او علاش ما بسيف تلعب تحب تلعب اخوي، كان كنت موجود يلعب في الاوروب هذا بروفيسيونيل واه خي ما نلعبش عليه تاع مخلي بلاصتي لغير، خلي الواحد حاضر. كريم بنزيما ينجم يرجع لمباراه تونس؟ اي برسك حاضر كريم بنزيما ينجم والله. هذه ريت هو شو ديشان شمال ما نحاش بنزيما، ما تنحاش من الليست، خليه في الجروب اي قعد في الليست، مشى لمدريد وهم ماحكاش حتى في الميديا في فرنسا ما حكيتش عليه برشا. شافوا كان كتبوا غوتو دي بنزيما خرج من قطر في الليل وصل لمدريد مشى لطبيبو، طبيبو ما فما حد شيء ما قالوش فما ما فما، وقعد ديشون قالنا ما نحيش الليست، فهمت؟ باش قالوا بريسك حاضر ينجم يرجع، يعني ينجم يرجع حتى دزمتو، فهمت؟ قاعد نشوف في حاجه عندك ظهر لي نفس البليسور تاع كريم بنزيما في صباك في صغري صغري كوره ترى وريني صباك كيما عصام جمعه كيما كريم بنزيما ما داويتوش انا هكاك، اما بنزيما لا هو اكثر من هيك اكثر شويه زاد ضربه كان كليني برشا، فهمت؟ هذه في كره في ديك شاد جول شاد جول بربي ما كملتش كاريرك كغارديان. باش نتعدى معاك تو الفقره الشخصيه شويه عصام، نحكيو شويه اهم لمومو اللي قاعدوا في بالكم، بعد نرجعوا نحكيو على الماتش والتحليل تاع الماتشوات. شتك البعض على المعلومات اللي خرجت بشكل بعضها عصام، الكلام اللي قلته هو صادق حسب مصادرك طبعا. نحكي مع الهدف التاريخي للمنتخب، كان يتقال عليك عنده برشا زهر عصام جمعه. الزهر ما يجيش كاك، الزهر يجيب يقول خاطر الزهر ماركي الكره، ما معناتها الكره تجي قدام الماركي بونتوات سهله مو سهله، راه تكون لازم تكون يعرفون يقف يعرف بلاصه يروح، ومش كاك الكره تجيب الزهر تيح قدام الماركة. لا لا ضيعت، ما ضيع صحيح ساعات كور سهلين ضيعها ضيع. واللي بعد تبدا صعيبه الماركة، مش زهر يست. اما اللقب يساعدك خير عصام مزهر ولا عصام غدار؟ غدار 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 خير به. اول دعوه للمنتخب تتفكرها عصام جمعه؟ اون 2000 اول ماتش بعد كوب دافريك شو خلاص 2004 كان ذاك ضد فيراس رابنا تدغين، يعني تتفكر الكونفوكاسيون كي كلموك قالوا لك راك باش تكون مع المنتخب؟ روجيلو مير ذهل روجيلو مير خاطر لافي انا صححت كونترا مع متخصصي معناتها صححت كونترا مع لونس. تاريخه 6 افريل 2005 دعوتك اي كاك بعد الفينال تاع بعد كوب دافريك اي لا الفينال تاع كاس تونس اوكي صححت الكونترا ومشيت لك بنفس انا مشي ديريكت، وبدا وقتها الباب الشهره الكبير يتحل قدام عصام جمعه. الحمد لله تعبت خدمت روحي وتعبت الحمد لله. مشيت فرحه نتاع طفل صغير كان يحلم بالمنتخب ويلقى روحه موجود مع منتخب تونس ويلبس المريو فرحه بيان سي فرح بيان سي فرحت بالكدا، خاطر انا كيف ناسون لعبت كادي جونيور اولمبيك معناتها مراحل كل مريت بها، فهمت؟ تعديت بالمنتخب تعدي في السيكسيون انا الحقي وجماعة والسعيدي سمع وهم طلعوا قبلي لعبوا كوب دافريك، انا الحمد لله خلطت عليهم خلطت بعد. بعدهم باهي.
افضل هدف تتفكروا عندك مع المنتخب؟ كان نقول لك شنو احسن بونت مع المنتخب ماركيه هيثم؟ هما برشا شنو نقول لك، العمد به ركور هكا خاطر الماتش كان ديزيزيف في طوغو. سمعني في الدخله ديجا في الدخله هكا خاطر الماتش صعيب وصارت لي قبل الماتش هكا قبلها صارت لي مشاكل في تونس مع الجمهور واحد ومشيت نعرف الماتش هكا في برشا بريسيون واحد. الجمهور كانوا يقولوا علاش تعيط لهيثم تو ماهوش حاضر ما عنده ما يزيد وقت. لا قبل وقتها لا مش عنده ما يزيد وقتها جاتني في ماتش في راس ذاك وقت زفر عليه الجمهور عملت انا جيست وقتها بصوب سكت بيه لعبات ومركز بونتو صارت حمله معناتها ماركي ويزفروا عليك زفروا عليك هاك اليوم ما ماركي حد وزفروا عليهم الكل انا يماركي ويزفروا على الاقل فهمت المول بونتو هكا خاطر كانت في برشا بريسيون وبونتو غالي الفالور نتاعو ليك انت وللمنتخب المنتخب مهم خاطر لازمنا نربحوا الماتش هكا باش نترشحوا بيه كوب افريقيا ربحنا الحمد لله وقت ماركيتانو وشرميتي فهمت والماتش نتاع فرنسا في ستاد دو فرانس هذاك الهدف ضد فرنسا خاطر بالامبيونس هكا والجمهور تاع تونس كل موجود نهار تاع غادي معناتها جو مش امبيونس مش نورمال امبيونس كبير. فما سؤال اخر ديما يسالوه هيثم جمعة علاش كاينه نسى اللغه التونسيه اللهجه التونسيه كاينه نساها ما نسيتهاش انا عندي مشكل مش نحكيها انا تكلمت مخر كي كنت صغير تكلمت روتار في انا عمر تقريبا مخر 5 سنين معناتها تكلمت عندي المشكله عندنا ما قدرت نكملوا مخر روتار شوي. روتار شوي حتى ولدي تو عندي ولدي الكبير صارت معناتها روتار اليان الياس الياس اليان اليان اوكي تكلم غلطت في اسامي ولادك يا اليان فهمت اي ومن بعد خرجت نكور برا ومن بعد مشيت الخليج تكلمت في 5 سنين اول كلمه بريس كومريك 5 سنين لا متكلم مش شكل مش واضح مش واضح نعمل شكل الجمله مره فهمت كلمه فهمت معناها اليوم مش بسبب انك عشت في فرنسا ولا هذاك علاش نسى عصام جمعه خاطر يقولوا عصام جمعه ساعات يغلط حتى في في, في الكلام يوصلش كلمه بالتونسي واضح حط كره في الشباك لا لا عليه ما وصلتش لا ما فهميش لا ما فهميش باه نقعد معك عصام جمعه افضل فريق لعبت فيه فتره مهمه في تاريخك تقول هذيك الفترة الأهم فريق الترجي أكيد الإسبرانس بين سير قاسة الترجي اللي وصلت أنا اليوم حلم كان واحد يلعب في الترجي بين سير من أنا صغير من أنت صغير تقول باش نلعب في الترجي وهي. نجم نعرف الكونترا اللي مشيت بيه الإسبرانس قديش أول شهرية خذاها عصام جمعة في الإسبرانس الكونترا وقتها 700 دينار 700,000 700,000 خمسة سنين كونترا وقت وقت عاملينو على الليجان الكل اي انت ما كاديش وكروا جيت اي فهمت 700,000 اي وقت الكونترا اول كونترا صح ونازم هو عمليته وقت الفيدراسيون كانت منظمة او شيء منظم فهمت تو ياخو في 30 و 40 يلعب دقيقة كان شيء منظم كان الليجان جوار كونترا فيها معناتها سما في ليميت قداش يخلص كل شيء موجود به مع الاسبيرونس بدا عصام جمعه الجمهور الكبير يعرفوا بدا يستناوه ولا يقراوا له حساب المدافعين وكل شكون اكثر لاعب كنت فرحان انك باش تلعب معاه في الاسبيرونس سينيور سينيور او برشا كل انا خلطت مع لعبت مع بدر الجعيدي طارق ثابت اي شكون كل الوحيد ما حبيت تمنيته ما خلت ما تنيت شوية شكري وقت تمنيت دخلت على شكري الوحيد ما لعبتش مع الوحيد ما عندي وقت أنا طلعت هو وقت صي عنده مشكلة في الظهر سي فهمت أما لعبت معهم كل علي كل. أول سيونس دونترينمو باش تلقى بدرة والجعايدي ضدك في اللونترينمو أمش أقولك هذا أنا نعرف شوية أنا أنا أول نهار في سيونس دونترينمو في السنيور مع الترجي داخل الفيستير لقيت شو باش داخل باش نبدا دوش لقيت شو كل واحد في الفيستير خرجت خوفت انا صغير عمري 17 واحد فهمت وشكري وقت وشكري شكري ما تغزلوش عيني خرجت كي نحكي له تو كي نقابل نحكي له يقعد يضحك علي نقول له عليه نقول له خوفت خوف وقتها رهبت شكري والله دخلت وخرجت بالوقت ما لا سلام حتى سلام ما سلمتش عليه من الخوف خرجت
خليته يخرج هو من فيسا بعد خلتين ديريكت به. احكي لي على اول انترينمون بدر وجعايدي وقتها اسامي كبار ومنتخب وكاري تلقى روحك في انترينمون باش تلعب ضدهم اول ما ديبليكاسيون ضدهم ولا حاجه. احكي لي شوي انا نعرف شوي الكوليس من 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 الجانب تاع المدافعين هما اش قالوا على عصام من الاول. انا نحب عصام كمهاجم كنت رابيد رابيد ونقلق ساعات يقول يركع شدك بدر اي بدر وجعايدي يقول لي دي اركع يبدا يكتفد ليك وهذه اختارنا اليوم خلينا نتعدى على خير كملوا السيونس على خير. باهي افضل مدرب رانيك في مسيرتك؟ شوف روجي لومير انا ديما نقولها كان روجي بالرغم مع الكيب ناسيونال روجي لومير. باهي اكثر مدرب ظلمك؟ ظلمت معاه ما خديتش حقك لو بيرج وقت شد في الكيب ناسيونال اسمه في تونس متظلمت مع حتى حد اما في مونتونال ظلمني وقت شد اسمه لو بيرج اللي شد والله نسيت اسمه انا بيدي غاب علي الاسم نعطيك الاسم اي فهمت هيك هو وقت ظلمني هذاك اللي ظلم. تعتبر روحك تظلمت في المنتخب عيسى؟ انا كنت بدا فيك 2016 وقت مشيت لهاش في جرت وديع الجري نحاني من ليستا. علاش؟ كانت عندك مشكلة معاه؟ مش مشكلة خاصة أنا وياه فهمت؟ أنتخ لوي والأجون بتاعي فهمت؟ أكاش عبد النور موجود في المنتخب وأنا تنحيت من المنتخب وبعد خلطت علي عبد النور فهمت؟ الأجون بتاعك كدير وقت؟ كدير فهمت؟ تنحيت أنا 2016 ما مشيش كوب دافريك نحاني هو لي كانز المدرب اللي نحكي عليه لي كانز فهمت؟ وقت اللي كانز وقت أنتونال كيب ناسيونال وقت نحيت انا من الكيب ناسيونال تنجمش تقول لي شنو المشكله مع لاجون تاعك؟ ولا انا تو ما نعرفش لاجون تاعي ما يحبش يحكي لي مشكله ما نعرفش ممكن لاجون تاعي مره قال الحقيقه يشوف التصرفات نتاع الشرو هذه ما عجبتوش تكلم وصلوش لاخر الكلام قالوا كيفاش تحكي عليه هيك هذه هيك يشوف الغلط وعندي لاجون تاعي حقوق حقوقي يشوف الاخ كيفاش التصرفات تصرف مع العباد وتصرف هز وشريان وبيعان فهمت اتكلم وصلوا لوش لاخر الاخبار واضح جمعت اللي شو نتاعه فهمت صارت مشكله بيناتهم باهي برغم دي ميساج عيطوا لي الكيب ناسيونال فما دي ميساج ملي تحطيش في الليسته من الاول بعد كي تضربوا دوز اتاكون خليفه صابر خليفه وفرجاني فخر الدين بن يوسف عيطوا لي وقتها من بعد واضح عيطوا وقت نعرف انا في قطر الرئيس نتاع نادي السيلية قال لي لا ماكش سكور انت يعني اسمك عصام جمعة وانت مير بيتر بتاعهم كيفاش قال لي ما تمشيش بالرغم حبيت شديت صحيح وما مشيتش ما خلوش نخرج ما عندك لازم كيسي باسي من مطار باش تخرج من غادي ما خليكش رئيس النادي نتاعك قال لي لا اوف قال لي يا منتخب يا الكونترا من بعد تبلوكيت انا في المطار مصعب ما افيك سام مشيت المطار حبيت تخرج اي مشيت ما خلونيش ما حبش يعطيني معناها مالغريك جمعيتك ما كانتش موافقه عصام هز روحه ومشي حب يجي وقعدت في المطار ملوح وحاولت ما تنجم تخرج بال باه. نقطه اخرى وذكرى اخرى ذهلي ما يش بها هي برشا في كاريرك كاس عالم 2006 اتنحى عصام جمعه وقت سمعنا بسبب الاصابه تعرضت لاصابه في الركبه كانت جوغه إن سمانة ماشي السعودية فهمت بعث لي إصابة حرمتني وقتها كنت نجم يشارك إذا الطبيب يقول لي نجم يخلط ينجم يخلط عادي زريقة تنجم تلعب الكوب دي موند ومن بعد كوب دي موند نعمل عملية وقتها الطبيب قال لا استبعد من المونديال تلقى روحك أربع أيام بريس قبل الكوب دي موند في البلوك قعدت من ذكرى كيتا ومن ألمانيا مشيت هزوني وقت الكلاب متاعي مشيت عملت العملية في مرسي شوقي بن سعادة وقتها مشي في عودة بكيت عصام وقت لي بايت بكيت أنا صغير وقت عمري كون 22 صغير وقت في العمر كاس العالم وفي ألمانيا تنظيم زي هيك فهمت الجو هيك ما عندك حتى مونديال في تاريخك لا الهدف التاريخي من غير حتى مونديال ما لا هاكي الكورة حاجة ناقصة تقعد في لا نورمال في الكارير وي تمنيت يكون عندك مونديال
اي لاعب يتمنى يكون عنده مونديال ميسي. اي لاعب عندك جوائز على المستوى الشخصي مثلا غير لقب الهدف التاريخي، عندك جوائز اخرين تفتخر بهم؟ جوائز دي تروفي هكا مستوى الشخصي. شخصي لاش نقول لك ديمي تخيل كانت مير تخوزيم بيتر مونديال ومن بعد مونديال مونديال 2013 2013 تروزيام ميور بيوتر مونديال بعد شكون؟ رونالدو ان اوتر جوار وفما بعد ميسي وابراهيموفيتش جماعه كل 5 وقت ميسي فرنسيه معناها في 2013 انت قبل ليونيل ميسي كاحسن هداف. كريستيانو الاول 25 كريستيانو فما ان اوتر جوار مركز 23 وانا 22 ما ياخذوا موين اي ياخذ لا ياخذ الماتشات كيب ناسيونال اوفيسيال بونتويت ماركيت ماركيب ناسيونال وشامبيونز ليغ ولا انا وقت نلعب في الكوب نلعب كوب دازي ملا عصام جمعة 2013 رغم 2002 ظهري ما كانش عام باهي برشا عليك خذيت في فرنسا تيجي جائزه اسوء لاعب اي ما عرفش خذيتها 2012 ولا ملعب انا وقتها في فرنسا فرنسا ما لعبتها العام الاخر اوكسيل لا كسيت قعدت سيمو خرجت مشيت لبريس سيمو ومشيت لبريس وكملت بريس ومن بعد سقطتي ملا عصام جمعة اليوم يقول معلومات هل باش يزدموا برشا ناس في 2013 ثالث احسن هداف عالمي به رغم ذي الجمهور ما كانش برشا في فترة من الفترات قاسي كان مع عصام جمعة أكثر كلمة وجعتك ولا أكثر كلمة حسيتها قعدت في قلبك؟ لا مش كلام معناتها اي جوار يتسب فهمت اما الماتش اللي قلت لك عليه وقت زفر عليه الجمهور فهمت بين ميتون ميتون حبيت حبيت تخرج خرجت هما بميتون انا بس ناحيه دبش ومشيت باش ندخل ندوش قلت لهم ساي قلت له وقت لونتورنير مارشون وقتها قلت له ساي ما نجمش ما نجمش نكمل نلعب وقت رابحين 2-1 وماركي انا زبونت وقلت له الجمهور زفر عليه ويسبين وقلت له ما نجمش قلت له دخل واحد في بلاصه ما نجمش قلت له صحيح قلت له يا اخي انا لا مش عابد بريتو مانيش ماكينه لا مارك راهم نلعبوا مركز زوز بونت اوكي ضيعت 2-3 فهمت هم مركز زوز ورابحين وجونا بي على التصفير قلت لهم خرجوني وقتها هبطت رئيس الجامعه وهبطت علي الحفصي حكوا معايا ورجعت كورت وريت ما رجعوني وقتها عليك قعدت في الفستير مخي صحيح ما تنجمش صحيح ما تخرجت من الماتش فهمت تعرف الناس ما يعرفوش هذا العباد ما تعرفش شنو يصير من بعد في الفستير ما يعرفش اللي جوار روا 60,000 ولا 40,000 يبداو في استاد التصفير والسبين ولا كي لا صحيح يخرج تجبد الام ولا حاجه ساعات يخرج من تروح يقولش ما بيناتنا نحن صحيح مش صعيبه برشا الحكايه فهمت لا ساعات جوري يصفر عليه هو 5 من الناس صاي يخرج من الماتش خلي 60,000 كنت من اللاعبين المحترفين كي يجيو المنتخب يطلبوا فلوس على المنتخب باش يشاركوا نو جامي لا اخي اخي جاي ينص عليه طلب سجلت المريولاك كي تلبسوا اي واحد يحلم باش يلبس المريولاك اي واحد يحب يسمع النشيد الوطني قبل الماتش كان احساس هكا والله فما شوف فما بعد تعرف هي وقت في النشيد انت واقف فهمت ويبدا النشيد او تاع احساس مش نورمال راه مش كي تسمع انت في الشارع ولا مش عادي كيف. مش كيف كانك صادم على حرب كذا قبل ما نبدا واقفين نسمع النشيد نشيد اهو وتحفظوا النشيد هاي سام جمعه نحفظوا تحفظ كي تسمعوا تنجم تاع اي نعم انت تخرجت راس لا حافظوا لا حافظين لا لا فما جوات فما خاطر وصلت بيريود فما جوات مش حافظين خاطر يعيشوا لبرا ولا ما كبرش في تونس ولا ما كبرش في تونس فما ما يعرفوش ما تعديش بالمكتب في تونس ما سمعش ما فهمت اما يمدوا لهم راهم يمدوا لهم ليبوك يجوا لي بارول وسي دي يعطوهم يحفظوا واحد ما عادش توا سكي يمدوا لهم ولا ما عادش اليوم قاعدين نسمع فما جوارات يطلبوا فلوس باش يجيو ليكيب ناسيونال فما معلومه هذه سمعتها وتصدمت فما فهمنا فمن جوار شاك ماتش ياخو 100 كيلك بار ماتش 100 كيلك شنو 100 مليون توانسه اه تو في المنتخب هذا في المنتخب هذا ومازال ما عمل شيء بار ماتش ياخو 100 مليون عصام جمعة يدخل ويخرج حتى 30 سكوند ياخذ 100 مليون 10 سكوند يدخلهم التيران خذ 100 مليون
تو انت عندك من الجرأة تبارك الله قلت كل شيء. شكون الجوار هذا؟ تمام هذا يعرف العباد يعرفوا. باهي معلوماتكم شكون وصف لي شوية خلنا نعرف. 100 مليون اللي عملوا له قاوق هذا كل هم زعما ورا شيء الكابتن نصر مازال ما عطى شيء معناتها مش ملاعبي واحد يخدم على روحه ما مازال ما عملش محترف ولا في تو محترف محترف في جيبك فما جوت شكون مش يمد لك الجوار التونسي مش عطوه 100 مليون على ما نحكي على حنبال ممكن هو ولا مش هو ما نعمت لك هيك براسي قلت لي ايه براسك ياخذ في 100 مليون على كل مشاركة في مع المنتخب برا شوف وديع جلالي وشنو الاتفاقية اللي عملها مع ابوه ولا بتيت خافي كونتر لوي سون بير هو برجوير شي يزدم عصام انا تزمت كي احكوها لي تزمت شي يزدم جوار هذا مصح باش جا لتونس ووافق بشرب مع تونس مع عشر قبل نعطس كانت تحب عليه البرازيل وذلقوا ولا ولا لانجلتير ولا من عشر فرنسا يجروا وراه بشي يلعبوا معه ما فهمتش ياخذ في 100 مليون كل دقيقة يدخل يلعب فيها مع كبنة سنة تونس مية واش أنا عطيت وقفت لك في المية مية واش بيه تحب تونس عيسام جمعة بينسير نحب وزيد نحبك نسمع اللي قاعد صاير فيك تحب تونس لكن تصريح مثير جدا يعمله عصام جمعة يقول كان ولدي يجي عرض من فرنسا نقول له اختار فرنسا جملة هذية أثارت جدل كبير هل هي زلة لسان ما وقتها كلام تاع غش ولا بزربة قالوا ولا لليوم شاد في كلامه عصام جمعة لا مش غش نتاع نرفيز شيء اللي صار مع الكيب ناسيونال واللي انا فما برشا عباد ما يعرفوش راني يعني الكيب ناسيونال عشتو مع الكيب ناسيونال اكثر عشتو من دار مع دارنا من يعني قلت لك من انا صغير مع الكيب ناسيونال عايش معاهم واستاجيت واستاجيت واحدة وفهمت وصلت لي معتهم في الديفازات كيفاش خرجت وكيفاش الوالد الله يرحمه يتوفى ما يهز حد حد يكلمني ما طلبني حد ما جاني حد ما سأل علي حتى حد فهمت شنو ما اليوم ولدك ان شاء الله كربي يوفقه على الجاي يكور واحد في ولادك فاهم فاهم شكون فيه هكا آه فيه الكبير ولا الصغير صغير 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 ياس مش يلعب قدام قدامي بونت وقوشي زاد قوشي به عندك قهر عصام شويه من المسؤولين على المنتخب ولا بيان سور تي هذا مسؤول هو برك يحكم فيهم كل الاخرين باك تشوف فيهم يتبعوا تتبيع هل تعتبر انه الطاغي اللي حاطين ولا هذا واحد كانوا فرعون يحكم فيهم وما وراه فهمت والله وديع الجريب يعني غولته اليوم تقول لي فرعون للدرجه هذه هو الدرجه هذه انا سمعت وتصدمت حكولي يحكم في كل شيء ليستا في كل شيء في كل شيء في كل شيء شكون يلعب شكون ما يلعبش الاخر راه ما عندوش بكل شيء الاخرين يبارك سي جلال الاخر تقول عليه وليد خاطر ما عندوش شخصيه كان جاي عنده شخصيه نقول لك قال كي تعرف راك ما تحكمش في الكيب ناسيونال ما عندكش القدره باش تاخذ قرارات على الشاد عليه خاطر هذه كاس العالم هاك انت تكون باش تسبب في الاخر في تونس شكون هو الاخر ما عادش كان النهار الاخر يرجع لتونس ولا ما انت باش ترجع لتونس شكون باش انت مسك السبب من بعد جلال القدري تعتبره يتحمل المسؤوليه هل الجمهور التونسي عصام جمعة تعتبره كلكو بار ناكر للجميل شكون الجمهور التونسي على ناكر شكون لي انا ولا ليك انت لا انا يحب الحمد لله يحبوني وعندي ركني صار جمهور التونسي فما شوف ما تنجمش العباد الكل تحبك فما شكون يحبك وفما شكون يكرهك الحمد لله انا ما قلتش اللي علي عملته كما فما مدربين يحبوك ومدربين لا مثلا بين المدربين اللي كانوا يحبوك سامي ترابلسي ايوه وكان من بيك برشا من بيان سور سامي الانترنير الوحيد سما معناتها طول الوقت هذا جوات كل تحبه لدرجه ليونيت فهمت لدرجه انه صار حتى تشكيك علاش شاد صحيح في عصام جمعة علاش عصام خاطر يعرف امكانياتي خاطر يعرف امكانياتك
نتفكر وقتها كان فما نوع من الكلمات على خاطر عصام جمعة يفركس عليكي باش يلقاو له نو بلغة الكرة يقولوا تسمسيرة في عصام جمعة. لا جامي. أما معايا فما تسمسير في الكرة ولا تو تو موجود تو مع السيد هذا مش كثر برش كثر برش كثر برش فما معلومة أخرى زادة والله نقول هيك قول فما ليت الجوار اللي عيطولهم هذا من في الأوروب هذا من اللي بس اللي جابهم كما حنا بالوا عطاهم فلوس كما عيطولهم سكوب دي موند ياخذوا بريم كانوا ما لعب حتى دقيقة تنحى ياخذ فلوس ايه فصلت عليه المعلومة باش نعطيك معلومة أخرى فما دي جوار هذا جابهم جدد الصغار هذا من اللي صح اللي عطاهم معناتك باش يلعبوا مع تونس ايه وافقوا واحد وما عطولهمش الكوب دي مود ما تنحهم ليس ما عطولهمش عطاهم ياخذوا كما الجوارات موجودة غادي في الكوب دي مود اوف هذا ثابت عصام جمعة ثابت ياخذوا البري ملعب حتى دقيقه لا في كاليفيكاسيون ولا حتى شيء ياخذ البريم كما الجوارات الكل كما الجوارات الموجوده غادي بلان بريم واضح قبل ما نكملوا سؤال اخير نكمل به تحب تعمل شارك كما الفرجاني الساسي حسب ما فهمت انا من قبل شنو رايك على البوليميك اللي صايره على الفرجاني مالي وين نعرف شوف نهارتها ما جا حتى حد نهارتها رانا نيتي اوكسيجي الماتش هكا كل فهمت البسها القضية البسها فرجاني فرجاني خاطر صغير دخل ما كانش في نهار وغلط عمل معناتها 4-5 باسات غالطين والشوطة هذيك تاع الشوطة ما عرفش ما فهمتش انا شبيه خاطر نعرف ما عرفش نهارتها كما كانش في يومه البسها هو لعبت كل دارت على الفرجاني كان عندك نصيحة عصام جمعة للمنتخب في ماتش نهار الاربعاء كان يلعب اللي قلت لك عليهم نجم نعملوا حاجه ضد فرنسا فما الامل موجود عصام جمعة الهداف التاريخي للمنتخب شكرا ليك شكرا على صراحتك فرحان برشا اللي نديكون ضيفنا مستمعينا تحياتي ليكم هكا نكونوا وصلنا نهايه حلقتنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله مع ضيف جديد في حلقه جديده نهاركم اسعد الايام ويا مرحبا